نشاط اليوم هو نشاط دوري في إطار 16 يوم لمناهضة العنف المسلط على النساء التي تنطلق من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر. لقاءنا اليوم هو في إطار اجتماع الهيئة التنسيقية لمناهضة العنف اللي يضم المتدخلين في علاقة بالعنف اللي هم الإدارات الجهوية، هيئة العمومية ومنظمية المجتمع المدني. اليوم مش نحاول مع بعضنا دونك الأستاذة ماجدة مستور باش تحاول تقدم لنا ذكرنا بالقانون عدد 58، ثم باش ننطلقوا في توزيع الليجي حسب ما ينص عليها النظام الداخلي للهيئات التنسيقية، تنظيم الليجين وتوزيعها، ليجين التوعية والمتابعة، ليجين التنسيق، ليجين حول الإعلام، ليجين حول التعهد بالنساء، كل ما عنده علاقة بالتدخل في علاقة بالعنف المسلط على النساء في الأربعة مرتكزات أساسية اللي هما الوقاية، التعهد، الحماية والتتبع. دونك الأربعة مرتكزات هذه باش نحاولوا اليوم مع بعضنا نحاولوا نزيدوا نفسروا ونقفوا كذلك على الصعوبات الموجودة في تطبيق القانون على مستوى معناتها العمل الميداني في علاقة بالنساء والأطفال ضحايا العنف. اليوم من ورشة العمل هذه ما بين مختلف المتدخلين للتنسيقية الجهوية لمناهضة العنف الداخل لمناهضة العنف المسلط على المرأة وتطبيق للقانون 58 لسنة 2017. اليوم نشوفه هي ورشة عملية نشوف شنو الصعوبات اللي تتعرضنا في التعامل ما بين المؤسسات والمختلف المتدخلين في تطبيق هذا القانون على الميدان. دونك استدعينا كل الشركاء وباش نعمل ورشة ونشوف شو أهم الصعوبات ونقترح الحلول اللي نجم نعملها باش نسهلوا العملية ما بيننا وكيفاش المرأة تنقى معناها نقص عليها الصعوبات في التنقل بين المؤسسات والنفاذ لتمتعها بجميع حقوقها اللي وفرها لها القانون 58. اليوم عندنا ورشة عمل تندرج في إطار 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة من تنظيم مندوبية المرأة بالقيروان وديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ضمن الحضور متاحة أعضاء التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة، وكذلك ضم الجمعيات اللي تعمل في هذا الميدان، وكذلك المؤسسات والحكومية المعنية بهذا الشأن من عدل وقضاء، وكذلك كافة الشركاء. احنا نعرف ان القانون هذا يصدر منذ سنة 2017، دخل حيز التطبيق سنة في فبراير 2018، إلا انه الى حد الآن هناك تعثر في تطبيق هذا القانون. يعني من المفروض أنه بعد هالمدة هذه الكل وسنوات هذه اللي مرت على تاريخ إصداره يكون من المفروض يفترضوا أنه يكون يتطبق بالشكل الأمثل، إلا أحنا لاقين حاليا عدة صعوبات. في الجلسة هذه اللي أحنا باش نحكيو فيها اليوم باش نحاولوا نشخصوا الصعوبات هذية ونحاولوا نلقاو حلول لكيفية تجاوزها. حضوري في الورشة هو في إطار التعريف بالقانون عدد 58، في إطار الجانب القانوني، تذكير بالجانب القانوني بالمقاربة الشاملة اللي يقوم عليها القانون هذا بمقاربة حقوق الإنسان، ونحاولوا كشركاء نحاولوا نتناقشوا ونتبادلوا الآراء في يعني فيما يتعلق به باش نحاولوا نخرجوا بحلول كيف ما أسلفت القول. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.